السلام عليكم البنات، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير ومرحبا بكم على فيديو جديد. ان شاء الله كاع تكونوا بخير، صحه فطوركم صحه صحوركم. ليسونسيال اليوم بغيت نحكي لكم على الطبيب في امريكا، يعني غير واحد الاخر وقع لي. بغيت نقول لكم هنا في امريكا الطبيب كاع ما يتشدوه. المهم البنات، بغيت نحكي لكم على يعني هاد الامور، على الطبيب وعلى الدواء وعلى هنا. انا حول جرين، راني موليه هذيك الخطره اللي فاتت ثاني ديتكم ولقي عجاش هاجا جلدوش. اليوم انا على جال ميديكيشن، بغيت نشري دواء لبنتي باسكو دار لها لي شامبينيون، داروا لها في لسانها، مولاش تنجم تاكل كلشي شحطوها. ديتها عند طبيب، الطبيب قال لي بلي من هادو روحوا وحدهم، قال لي ما نمدوش الدواء. شحال وانا متخبطه انا وهي، عطيني كريم عطيني. قلت في بلادي من روحت انا البلاد وجاتها كيما هكا، عطاوني جال تسهلها. قال لي لا، قال لي هادو روحوا وحدهم. المهم مد لي واحد الكريم بصح ما لقيتهاش، ما رسلها ليش. ايوا قلت نجي هنايا سقسيهم. المهم كنت سقسيهم كاش ما يعطوني كاش كريمة ولا حاجة، درت لها بيكربونات وما زالت هي ايوا ليسونسي. المهم البنات كما قلت لكم بلي الطبيب قال لي بلي ما نطيها والو روح وحده. انا جيت هنايا قالوا لي تجيبي لنا ورقه من عند الطبيب باش نعطوها الدواء. انا قلت نعطوني منا من الكونطوار اي كريم ولا جل، قالوا لي لا ما كاش، لقد تجيبي لنا الورقه. ايوا على هذا نطالعوا حتى الطبيب يرد علينا باسكو كنا مبلع اليوم مبلع. جيت نشوف الهايلايت ناتور هنايا في الفريجيدار ما لقيتش، دوك نشيلها في الطريق وصاي. هيا رواحي هيا. ايوا ليسونسيال دوك نحكي لكم البنات، صبروا نخرج. المهم البنات راني خرجت من لافارماسي صحه ما عطاوني والو. هيا راني ندير لها بيكربونات، يعني اليوم صبحت شويه مليحه. نقار حتى الطبيب يحل، غدوه ويكاند، غدوه الحد، غدوه مبلعين تما حتى الاثنين. كاين يا كاين فارماسي اللي هي ثاني واحده اخرى، صبروا تشوف ندخل عندهم نسقسيهم بالك شما يطوني. ها راهي فارماسي ثاني، خصني نشيل هايلايت ناتور كما قلت لكم. هنا الطبيب شوفوا، قلت له عن طبيب، طبيب عمره في حياتكم عمره في حياته ما يمد لكم الدواء، كاش اللي تعي يمدوا لكم الدواء، لازم تدوا لي زاناليس كلش صح كما هي، يعني كي يكون حاجه معروفه نورمال. بصح كيكون فيكم وجاع ولا حاجة ولا هكا مرضى أي شي يديرو، يقولوكم لازم لي زاناليس عندهم. بلا لي زاناليس الدواء كاع ما تشوفوش إلا إذا عطاوكم كش حاجة تكالميكم. هذه هي أمريكا. أنا ما رحت للبلاد بنتي غير تما نديها عند طبيب، ما يطلبوا لي لا لي زاناليس لا والو، يعطوني شكارات عدوى. صبرت نقطع نروح نشوف اللي هي الدواء يعني، بعد نهاود غادي نديها البارك شويه تلعب. و نفس الشيء قالوا لي نفس الهضره، ما نجموش نعطوك الدواء بلا طبيب. قالوا لي تنجمي تدي واحد الدواء سموه اورال جير كيما هكا، انا لقيته وما ديتهش. هيا ليسونسيال، هو الطبيب قال لي عندها سيمانه تريح وهي راهي في واحد 4 ايام هكا، قال لي روح وحده غير انا راني نجري على الدواء. شو هي شو هذاك تاع بنتوره، شي لها قطي ايوت ما لقيتش كاع ما حل منها. المهم البنات كيما قلت لكم هنايا الطب ما يمدوش الدواء حتى من يدوكم لي زاناليس، واذا كان يعني مرض هكا معروف ولا باين ثاني يعني اذا يروح وحده ما يعطوكمش الدواء، يعطوكم غير الحاجه اللي تكالميكم. اذا ما يروحش القدير ولي زاناليس وتشوفوا والدم والتعيار وطي طي طي راك عارف. بصح زعما عندهم الصح، عندهم الصح خير من البلاد. بلاد ابن عمي يعطوك شكارات عدوى هما اصلا ما عارفينش عندك اكزاكت. ايوا المهم المهم صاي سي بون، جبت الاسم تاع ديك الكريمه من عند الطبيب وغادي كي نروح نديها البارك تلعب، غادي نتهم عند واحد لافارماسي من ثما ونشري لها هذيك الكريمه وصاي مزيان لي راهم ردوا علينا. ايوا خليكم معايا وغادي نتهم نشري ثاني الكورناع
بالنسبه للفطور تاعي راه عندي الفطور اليوم ثاني، درت غير الحريره درتها الغد وازام. اليوم درت الزبيب، عجين تاع الزبيب هادشي نقطعو. روحي ماما منا، روحي ديجا حنا خاصنا نقطعو من اليوم. الباك راه معمر، يوم السبت نسيت غاشي غير سكتو. مهم دوك زيد شويه وروح، باسكو راني دايره الطاجين تاعي في الكاس، نديرها بتيفه. ايوا غادي كثرت لها الماء يعني ما نخافش عليه. دوك زيد شويه وروح باش نطحن الحريره. هي في الحق الحريره قلت لكم درتها غدوه، باسكو غدوه شو غدوه الحد، غدوه ان شاء الله نخرج نكمل القش تاع بنتي، مازال خصها صوالح العيد ان شاء الله يا ربي. شلا واحد الصوالح من امازون والاخرين غادي نشريهم، نخرج غدوه نروح للمول. على هذا درت حريره وخرتها، مش غدوه نروح في راحتك نقعد تخمم ديري حريره وديري ديكو ديكو دي. هذه هي الصوالح هما اللي شريتهم، عاد نوري لكم هنا وراحنا عنا كونجلي قليل ويتلقو هاكا فريش مغلينه. هادي عطاوها لها زعما فري، شعرف كيف حمار مات عند مصري. مهم شريت الكرها، هاهو شريت الديول هذا تاع لاشين، هاد الديول نفس حقه هاني باغي ندير بيهم في الغسال ونوريه الحب. لا يعرفو هنا يخدمو بيه بزاف، انا حبست معاه ذا زمان، انا نخدم غير من السوق. هاهو تاع لاشين هذا، هذا غادي نخدم بيه غوسات ان شاء الله كي نخدمها نوريها لكم. ايوا هادو هما. المهم البنات راني شريت صوالحك وجيت طالعه عييت اليوم، عندي ما مشيت حاله بارد اليوم عندنا. ايوا جمعت هنا شويه، جمعت الريح بعد نزيد نكمل. زدت شريت الحوت باسكو اليوم عندي يعني عندي واحد الفطور، قلت ما نضلش ندير. ايوا قلت نزيد معاه الحوت، شريت الحوت في طريقي وشريت صوالحي ابار الكريمه اللي ما شريتهاش تاع بنتي تاع بسياسة، ان شاء الله راجلك يجي جاي يجيبها معاه. وصار شوفوا نظرك شابه بتجمعوا، شوفوا هنايا في البلاد وين ما تمشوا تلقوا الكراسه في كل بلاص، كراسه في كل بلاصه يعني عندكم وين تريحوا، حتى على الطريق وكاينين كاين وين تريحوا. المهم باقي لنا واحد ساعتين وشي هكا على المغرب، دوك نطلع نقلي دوك الحوتات اللي شريتهم ونشوف داك الطاجين تاعي اللي راه غير فوق الكاز بلا داك راه داير. ايوا ارواحي ارواحي، شوفوا من عاد قور راه حمل هي وتالعه، شوف قعدي حدايا. ايوا ون شوف شادي ان شاء الله صاصل بلا تنسوش تخلوي لايككم تقولوا لك تغيبي علينا وكلشي. ها راني نبان يعني نجم يوميا ندير لكم فيديو بصح ما نبغيش نسمط. كاين واحد القنوات يوميا اللي فيديو يوميا، لا بغا تجمع في الدار دير فيديو، تلف التليفون تبدا دير فيديو وتصور وكلشي. يا خياتي انا ما عنديش العقليه لي صاصي، غنولي ندير لكم لي فيديو كل يوم ان شاء الله ندير لكم واحد. المهم تبعوني ودعموا القناه، خليكم معايا حبيباتي ليسونسي نروحو للدار. ايا ونوري لكم ان شاء الله شنو عندي وشنو ما عنديش. وهذه هي اليوم مين مشيت ومع البرد جحت، اليوم حسيت شويه بالجوع. شوفوا ملي بدا رمضان الله يبارك جا مبروك، جا بزاف شباب ما فيه لا جوع لا عطش لا والو. مي اليوم مين عييت يعني مشيت بزاف، ايا والهواء راه بارد، تعرف واحد النسمة بارده تاع هو راهي هي قبضني شويه جوع، مشي جوع كبير من شويه يعني. وهنا ما كاش اجواء تاع رمضان يعني مزيان، ما كاش هذيك تاع الحريره هاك تشميها، تشمي الطواجين تزيدي جوعي ما كاش، ما شميتهمش، شميت لتحتها في البارك جاتني كي شغل هكا راس الحانوت، شميت راس الحانوت. ايوا هذه هي حياه خاويه منها. هيا امشي امشي دوكا طيحي امشي، ها
هنايا سوق الشحوم صوالحهم عندكم نعرف شكون انا سي فيس تاع هنا تلقوا صباط تلقوا صبرزينة القش هذا واحد راه علق فيس تاع هنا ونساه هيا لي صوصيالي نذهب الى البيت. المهم البنات هذا هو فطوري كما قلت لكم كان عندي فطور من قبل تما زدت غير الحوت وطاجين هذا حلو شوفوا كي جا شباب انا نبغي هكا هذه هي هذه هي لاكولور اللي تعجبني هنا درتها بالزبيبه علاه جات لاكولور تاع دايرها درت لها طرف اللحم تاع غنمي ولي بابا والفلفله كانت باغيت لي شويه شوربه فريك وليت نبغي شوربه فريك بزاف هي وحريره شوربه فيرميسال ماولش حوسه عليها هذا غراتان درته البارح ثاني بالدجاج والبطاطا وهذا غراتان تاع ثاني درته بالدنجال والبطاطا ولاصوص هيا بقاو لي جوج حبات بولك وهذا الحليب بالتمر في ديك اللي نقعدو ناكلو في داك التمر نطحنه ديريكت والخبز حتى الخبز درته البارح ها هو تجي شباب بلاد لي كلا والو هنا صوصي ابدل عندنا المغرب راني قارع الزوج تاعي يجي ان شاء الله هيا ونبداو نفطرو المهم صحه فطورنا وصحه فطوركم وخليكم معايا حبوبات وما تنسوش تخلوا لي اللايك.